أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم تسود أجواء غير مستقرة فوق عموم المنطقة الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية بسبب حالة من عدم استقرار الجوي. توقعات الجوية لعاصمة الرياض خلال هذا اليوم يتوقع أن يكون طقس مستقر، 24 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 23، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة نبدأها شمالا، سكاكا 21 إلى 8، عرعر 19 إلى 8، وتبوك 20 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الغربية تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، جدة 32 إلى 22 مع فرصة لزخات من الأمطار، المدينة المنورة 29 إلى 16، مكة المكرمة 31 إلى 22 مع فرصة لزخات من الأمطار، ونفس الشيء في الطائف مع 23 إلى 14. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 19 إلى 12، أبها 20 إلى 10، وجازان 30 إلى 26 مع تفرق لبعض الغيوم. المنطقة الشرقية، حفر الباطن زخات رعدية من الأمطار 23 إلى 13، الدمام 24 إلى 16، والإحساء 24 إلى 13. بالنسبة للمنطقة الوسطى، نبدأ بحائل 23 إلى 8، طقس غائم جزئي، بريدة 25 إلى 15، والرياض 24 إلى 14 مع تفرق للغيوم العالية. إلى هنا تنتهي نشرتنا. نهار سعيد نتمنى للجميع وإلى اللقاء.